عنده واحنا هسه ان شاء الله اذا في اي شيء نسمعه منه فما في عندنا اي شيء. في باب حسن انه كمان في مهمه هي اخلاء المدنيين من الساحه الحاميه بوقت الضروره. هذا بستخدم انه عندنا اخلاء المدنيين طبعا الشباب اماكن امن. الشباب قاموا بيعني هم لما ضربوا الطياره بالسد كان المركز الاول. بدات حملات توعيه في محافظه درعا بالمناطق المحرره يقوم بها الدفاع المدني، وهي تعريف المدنيين على اعمال الدفاع المدني وما هي مهام الدفاع المدني، وتوعية المدنيين من مخاطر مخلفات الحروب، من مخاطر القنابل العقودية والألغام الذي سببت عدة إصابات في بعض المناطق من الأطفال. طبعا حملات التوعية ستشمل الأطفال بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مخاطر مخلفات الحروب وتعريف مبادئ وأعمال الدفاع المدني. الدفاع المدني السوري بمدينة درعا فعال وقائم على عمله بأكمل وجه وبحالة الإنقاذ وبحالة الإسعاف وبكل الأزمات. ونشكرهم منهم جهود وأنهم ناس صادقين وجيدين، واليوم شرحوا كل عملهم للناس والناس مبسوطة من عملهم، وشكرناهم احنا ونشكرهم كمدنيين وعسكريين، وهذا اللي نقدر احنا نقوله ونرجع نشكرهم ثاني مرة ونقول جزاهم الله كل خير لأنهم مقدموا أعمال خدمة للمدينة. شو الرؤى المستقبليه اللي عنده؟ يعني اليوم احنا اليوم كاداره موجوده صار، وين احنا بنوصل؟ شو ممكن هسه المواطن يستفيد مستقبلا؟